زهراء ابراهيم بتقول شروط العمل اذا ممكن مشان الجنسيه. يعني ايه شروط العمل مش فاهمه؟ آه يمكن هي تقصد في العمل زي ما قلنا بتفرق لو شخص لوحده، لو اسره، لو شخص آه آه عنده جيفيربا او لا، على فكره في حاجه تانية عايزه اوضحها في موضوع الاشترافات العربيه ده، يعني مم. كويس انها جت على بالي دلوقتي. في واحد بيبقى عنده شركه مم. تمام؟ عنده شركه مثلا وعنده سيارات. ومش هو اللي سايق السيارة. هو م. مش هو اللي سايق السيارة، في ناس م. بتطلع تسوق بالعربية ودول جاي غرامات وهو عنده الجيفيربا بتاعته وهو صاحب الشركة بتأثر؟ طبعاً بتأثر. يعني ده بالنسبة لسواقين التاكسي تقصد؟ واحد عنده تاكسي. مش مش بس تاكسي، أي أمار. حاجة ممكن ليه أي حاجة، آه يعني بي... لو حتى لو حد مثلاً حد مطعم ومشغل عنده ناس مثلاً العربية باسمه آه. آه. وهو عنده الجفيربة، التأثير بيجي عليه هو على الرغم من عليه اذا بقى دي بقى بتاخد تعب جامد جدا ان انت تثبت مين اللي كان سايق السياره في الوقت دوت وبالتوقيت ده ومين اللي دفع الاشترافه يعني بتكون مش ابدا سهله لان م. دول اصحاب الشركه ده ما عنده واحده ولا اتنين ده عنده عربيات كتيره آه. ما تعدش بقى م. فبيبقى كتير طيب أه محب حسن بيسال نبعت ال بيقول كم سنة بتتأخر الجنسية لمن عنده مخالفة سيارة بارك مثلاً؟ هو مخالفة سيارة البارك برضه ما هي كم واحدة؟ واحد عنده 100 واحدة واحد آه. عنده واحدة بس من ثلاث سنين فاهم الفكرة؟ اه يعني برضه تفرق واحد عنده 20 مخالفة بارك و30 واحدة سواقة سرعة بتأثر طيب ناخد برضه التعليق ده وبعدين نكمل حديثنا آه حسام ولدبي بيقول لما الواحد ياخد الجنسيه بالمحكمه بعد الرفض كيف تكون بقيه الاجراءات خلاص الجنسيه دلوقتي انت المفروض لما الماجسترات بتقول انت حصلت على الجنسيه بتروح في الماجسترات في اليمين م. وبعد كده بتدفع الرسوم بتاعه الجواز والرسوم للجنسيه وبعد كده بتاخد ميعاد تروح تاخد فيه الجواز بتاعك وحاجتك اوكي طيب دلوقتي لما بتتم عن طريق المحكمه المحكمه قلنا في الحاله دي بتحل محل الماجسترات فانت بتعمل عندهم كل حاجه الماجسترات كل دورك فيها حاجه واحده بس تاني بعدها بتقدم على الجواز مم. بس وتدفع رسوم غير كده يعني بعد قرار المحكمه بيطلع خل كده خلاص الشغل انتهى الماجسترات بس بتنفذ قرار القاضي ان آه يعني آه الراجل ده حصل على الجنسيه ما ما ينفعش الماجسترات تقول له لا والله انا مش هديك الجنسيه طب هو بيقول ال لو الواحد خد الرفض في المحكمه بعد كده يعني المحكمه رفضت ان تديله لا خلاص خلاص يبقى كده المحكمه رفضت اه اه يعني يبقى كده ده ما ينفعش يقدم مره تانية ولا لا ينفع آه. هي رفضته ليه؟ م. مثلا قالت له الدخل بتاعك قليل م. تمام؟ ساعات بتقول له ايه؟ طب اسحب الانتراك بتاعك يعني اسحب الانتراك اللي انت مقدمه واعمل انتراك جديد وعمل أنتراج جديد او ممكن يدي له بقى رفضه خلاص الدخل قليل فهو بيظبط الدخل بتاعه ويروح بس مثلا قالت له ايه؟ لا ده انت عليك مثلا حكم من سنتين او من سنه لازم تنتظر خمس سنين، خلاص يبقى لازم ينتظر خمس سنين ويقدم، حسب هو الرفض جاي له ليه؟ يعني ولازم ممكن يزيل السبب اه لا. ولازم يزيل السبب يعني اه يعني هو ممكن يقدم من جديد بعد زوال السبب بالظبط سبب الرفض طبعا بس خلي بالك لو الماجستيرات بقى هي اللي رفضت اديته نيجاتيف بيعمل طعن وبيروح للمحكمة عند القاضي والقاضي بيفحص يشوف الماجستيرات معاها حق ترفضه ولا لا، وساعتها طبعا لازم يكون في محامي يعني انا ما بستوعبش ان الشخص ما يكونش معاه محامي ومحامي مش اي حد لازم يكون حد بجد مختص الاجراءات الجنسية. بإجراءات آه آه الجنسيه اه اه لان موضوع الجنسيه ده معقد جدا